أهلا بحضراتكم بتفاصيل الأخبار. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مقر إقامته بباريس رئيس شركة رافال الفرنسية مصنعة القطع البحرية والسفن والعسكرية، اسمه بيير إيميريك بومبليه رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس التنفيذي لشركة نافال أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي تدعيما لقدرات مصر في هذا الإطار. أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال، مؤكدا ما تمثله القطع العسكرية المنتجة من قبل الشركة من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية. سيادة اللواء الدكتور أسامة الجمال زميل أكاديمية مصر العسكرية العليا، مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا وسهلا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك يا فندم، ويا ريت سعادتك تكلمنا عن اهميه هذه القطع في كجزء من تطوير التسليح المصري. تمام يا فندم، اسمح لي في البدايه يعني من خلال شاشه قناتكم المحترمه اني اهنئ شعب مصر الكريم بمناسبه يعني قرب الاحتفال باعياد الميلاد المجيده، ربنا يعيدها على مصر بالخير والمحبة إن شاء الله. شكرا يا فندم. أما ما يخص زيارة الرئيس السيد الرئيس لفرنسا، هي بتأتي في إطار يعني زيارات المختلفة للدول العالم لتعظيم قدرات الدولة الشاملة لمصر في جميع المجالات، سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو حتى اجتماعية. بخصوص تعظيم قدرات الدولة الشاملة في الاتجاه العسكري وخاصة القوات البحرية كما حضرتك تفضلت، لا يخفى على أحد أن مصر تمتلك كم كبير جدا من الكيلومترات على السواحل، بيبلغ حوالي تقريبا 3000 كيلومتر. صحيح. كمان طبعا يضاف إلى ذلك بعد طبعا تطور عمليات التنقيب والبحث عن البترول والغاز في المياه العميقة للدول بالكامل، نظمت الأمم المتحدة ترسيم الحدود بين الدول بحيث أن كل دولة تعرف هتنقب فين في البحر. أي. فأصبح لمصر نصيب هائل من هذه الثروات البحرية. يضاف إلى ذلك بعض التحديات زي الإرهاب والهجرة الغير شرعية، يمكن البند الأخير ده للهجرة الغير شرعية بيسبب يعني بعض التوتر للدول الأوروبية طبعا. ومنها طبعا فرنسا طبعا. فكان لزاما على القوات المسلحة المصرية متمثلة في قائدها الأعلى والسيد القائد العام في تطوير وتحديث قدرات الدولة فيما يخص القوات البحرية. طبعا كلنا شفنا ولأول مرة يعني امتلاك القوات البحرية لحملات الطائرات وغيره، كل ده بيصب طبعا في النهاية في حماية سواحلنا وأمننا القومي، واللي بيمتد كمان لأكثر من حدودنا البحرية اللي زي ما قلت في 3000 كيلومتر تقريبا. احنا شفنا في حرب اكتوبر وصلت قواتنا البحرية لباب المندب لتأمين عمقنا الاستراتيجي في البحر الاحمر. النهارده في تحديات كبيرة، وخاصة ان في بعض الدول في الاقليم او في المنطقة الاورو متوسطية بتعمل بعض المشاكل بخصوص ترسيم الحدود البحرية وبعض الاتفاقات اللي احنا كلنا نعلمها طبعا. ده بيتطلب طبعا تعاون واتفاقيات وتعظيم قدراتنا فيما يخص القوات البحرية بدون تسمية بقى القطع البحرية. هي في النهاية إجمالا هو طبعا يعني شكل من أشكال تنوع المصادر اللي مصر انتهجته منذ فترة طويلة في تاريخها، بالإضافة كمان أن احنا يعني حاليا قواتنا البحرية بتوطن بعض الصناعات البحرية بالشراكة مع مصانع كبيرة جدا ومؤسسات عالمية في هذا المجال. بنعتمد على نفسنا في حاجات كتير، وبنعتمد على ان احنا نستورد بعض القطع البحرية زي ما حضرتك تفضلت، ومنها طبعا فرنسا. ولا يخفى على احد برضو علاقات مصر التاريخية اللي في البداية هي علاقات شعب، يعني الشعب الفرنسي طبعا كلنا نعلم انه بيحترم جدا مصر وبيعشق الحضارة المصرية وبيعشق الشعب المصري. ايوه. ويمكن رموز حضارتنا اللي اتفكت عن طريق حجر رشيد شامبليون. شامبليون هو اللي طبعا فك هذه الرموز، ففي يعني حاله تزاوج كده ما بين الحضارتين الفرنسيه
والحضاره المصريه يعني لا احد يقدر ينكره، وهذا التواصل مستمر وبيتجسد النهارده في زياره السيد الرئيس زي ما تابعناها كلنا في فرنسا. سياده اللواء، عايز اسال حضرتك عن العلاقات المصريه الفرنسيه العسكريه، وده في اطار الجمله اللي حضرتك قلتها، التنويع الحديث لمصادر السلاح بعد ما كان مصدر واحد كسلاح وكقطع غيار و و و اصبح في مصر بتجيب سلاح من كل الدنيا. ماذا اضاف السلاح البحري الفرنسي او السلاح الفرنسي بشكل عام لقدرات الجيش المصري والقوات المسلحه المصريه؟ زي ما قلت لحضرتك النهارده حجم التحديات اللي مصر بتواجهها في منطقتنا وفي الاقليم بتاعنا من الواضح جدا، يعني سنة 2018 يناير الاتحاد الأوروبي سجل صفر هجرة غير شرعية من السواحل المصرية. ده صحيح، وده مؤشر قوي جدا عن مدى يعني قدرة القوات البحرية في منع مثل هذه الهجرات. أيوة، ده من يناير 2018. أيوة، برضو حماية مصالح الشعب المصري وثرواتنا في البحر المتوسط، ده بيدي انعكاس برضو عن مدى قدرة القوات البحرية اللي تصنيفها النهاردة احنا لا يخفى على احد تصنيف القوات المسلحة عموما في تقدم مستمر، ومنها كمان القوات البحرية لا يخفى على احد النهاردة ان هي طبعا عملنا الاسطول الجنوبي في البحر الاحمر، وده حاجة جديدة ما سمعناش قبل كده عنها. بقى عندنا اسطولين، اسطول شمالي واسطول جنوبي، ده كله طبعا مؤشر بدون دخول في تفاصيل عن اسماء المعدات او اسماء الشركات، كل الناس عارفاها النهارده. لكن زي ما قلت لحضرتك عندنا حاملتين طائرات، عندنا قطع بحريه وقوات جويه دخلت الخدمه مع فرنسا، وفرنسا ليست الدوله الوحيده اللي مصر بتتعامل معاها في مجال التسليح او في اطار تنوع مصادر السلاح في الجيش المصري. انا بشكرك جدا سياده اللواء دكتور اسامه الجمال زميل اكاديميه ناصر العسكريه العليا. قبل ما نكمل جالي حالا دلوقتي المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه المصريه بالظبط من 3 دقائق بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه الفساد على تمسك الدوله قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون. الحقيقة ده تصريح مهم من سيادة الرئيس من فرنسا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تصريح بيؤكد أنه الكل أمام القانون سواسية، وإحنا يعني مش فرحانين ان احنا في عصر بنشوف فيه وزراء كانوا بيحملوا امانة الوزارة وقدموا للمحاكمة بتهم فساد، لكن المفعل والايجابي في الامر هو انه لا احد فوق القانون، وده الحقيقة شيء مهم جدا، سعيد ان الرئيس بيأكد عليه حتى في خضم انشغالاته في زيارته الهامة لفرنسا. طيب، عاد السيد الرئيس بسلامة الله إلى أرض الوطن. ثانية واحدة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام سيادته زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية، ده من دقيقة واحدة بدأوا بقوا دقيقتين دلوقتي على موقع المتحدث الرسمي. ألف حمد لله على السلامة سيادة الرئيس، شكرا جزيلا لتعب حضرتك وتواصلك الليل بالنهار لإنجاز هذه الزيارة. الزيارة كانت 4 أيام الحقيقة بمثابة يعني أيام كثيرة لو الواحد بيشتغل بس عدد قليل من الساعات أو بيرتاح أو بيتفسح لكن اللقاءات السياسية اللي أجراها الرئيس، اللقاءات الحكومية، اللقاءات الرسمية، لقاءات مع رجال الأعمال، انتوا عارفين أن سيادة الرئيس يعني ربما بيختلف بروتوكولا عن كثير من الرؤساء في حتة انه انا ما التقيش غير بالرؤساء او بالملوك، لا الحقيقة بيلتقي رؤساء الشركات، بيلتقي رجال الاعمال، المجلس اللجنة الثنائية ما بيننا وما بين اي دولة بيبقى فيها كمان ناس من رجال الاعمال مش كبار رجال الاعمال، وانا اعرف اكتر من شخص قالوا لي انا كنت موجود في امريكا، كنت موجود في ايطاليا، كنت موجود في اليونان،
ومن ضمن استقبالات الرئيس حضرنا لقاء أو حضرنا ندوة، وده شيء طيب جدا لأنه مصر كانت محتاجة لتغيير الصورة الذهنية عما حدث فيها في 2013 بتصرفات قوة ناعمة هادئة لشخص رئيس طيب لطيف ودود في لقاءاته، تتسم لقاءاته الرسمية بالاحترام والوقار اللازم، وأيضا تتسم كثير من لقاءاته الشعبية بالود والبساطة في التعامل مع مختلف الفئات في الدولة اللي هو موجود فيها، والحمد لله كمان ده بيحصل باستمرار في مختلف الفئات في الدولة المصرية أيضا. طيب الخبر اللي بعد كده عن جريدة لو فيجارو اللي قلت لحضراتكم ان الرئيس اجرى لها حوارا موسعا طرح فيه رؤية مصر لعدد من القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. وقال السيد الرئيس في الحوار اللي نشر النهاردة في صدر الصفحة الاولى للجريدة ان مياه النيل امر حي وبالنسبة لمصر، والخلاف مع اثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا، وأشار أن السد بيمثل مصدر للتنمية المشروعة لكن ملئه بشكل أحادي مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي. احنا طبعا هنتطرق لهذا الحوار بجزء من تفاصيله في الفقرة بتاعتنا، ونشوف انفوجراف مع حضراتكم ونرجع. النهاردة كمان نستقبل السيد الرئيس صباحا في مقر إقامته في باريس بورنو لوميير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. السفير بسام رادي المتحدث الرسمي للرئاسة صرح أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي هنأ الرئيس السيسي على أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل على السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لمحورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات. وطبعا الموضوع ده هنناقشه بالتفصيل مع الخبير الاقتصادي الكبير الأستاذ إيهاب سمرة في فقرة الحوار النهاردة. أروح بعد كده مع حضراتكم لوزيرة الصحة والسكان المصرية دكتور هالة زايد اللي عقدت النهاردة اجتماع مع المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بشاي للصلب لمناقشة سبل التعاون بهدف تلبية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي. أكدت الوزيرة على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها، ما يلزم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ووجهت بتوفير الأكسجين الطبي بشكل مستمر بالمستشفيات بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. من جانبه أكد المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بشاي للصلب على تسخير كافة الإمكانات لدى
القطاع الصحي وزيادة ضخ اسطوانات الأكسجين الطبية بالمستشفيات، موجها الشكر للدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان لجهودها في مواجهة الفيروس وحرصها على توفير جميع الإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس وحرصها على تذليل التحديات التي تواجه القطاع والعمل على حلها باستمرار. النهاردة كمان كان في ندوة عبر شبكة الإنترنت لشرح البروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا. هذه الندوة نظمتها وزير وزارة الصحة والسكان برعاية دكتور هالة زايد عبر شبكة الإنترنت لشرح البروتوكول المحدث. حضر الندوة الأستاذ دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، وشارك فيها عدد كبير من السادة الأطباء. نشوف تقرير ونرجع مع حضراتكم. نظمت وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ندوة عبر شبكة الإنترنت لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا بحضور الأستاذ الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وبمشاركة عدد كبير من الأطباء. ده مش أول ويبينار اتعمل على البروتوكول المحدث. احنا من ساعة ما طبقنا البروتوكول وبدأنا نتدرب وبدأنا ناخد مجموعات أطباء مستشفيات العزل ثم أطباء مستشفيات الصدر والحميات على تدريبهم البروتوكول، وكان الدور بقى إن احنا نعرف كل أطباء مصر على البروتوكول وتم التحديثات التي حدثت على البروتوكول. ده مش أول بروتوكول إن شاء الله يبقى خير. في حالات الرعاية مركزة تم تغيير ووضع أجهزة أخرى لدعم الأكسجين وليس لدعم التنفس عشان تقلل استخدام أجهزة التنفس الصناعي، ودي في الفترة يعني الأسبوعين اللي فاتوا جابوا نتائج جيدة جدا معانا في استخدامهم وقللوا أجهزة التنفس الصناعي. لكن الأهم من كل ده إن بقول للمصريين الأهم من كل بروتوكول هو أنت. لو وقيت نفسك مش هتصاب مش هتحتاج بروتوكول، فأنت الواقي لنفسك ولعيلتك ولبلدك. احمي نفسك ربنا هيكرمك. الوقاية أهم من كل البروتوكولات دي، فربنا يكرمنا إن شاء الله. احنا عدلنا فيها بعض الأدوية، في بعض الأدوية اتشالت اللي هي ما أثبتتش كفاءتها، وفي بعض أدوية تانية أضيفت بناء على التجارب العلمية والنتائج المبشرة اللي ظهرت في الأدوية الجديدة. نبتدي إن احنا نعمل تحديث للمعلومات للأطباء. بيتم بس الويبينار على 20,000 طبيب على مستوى مصر، بالإضافة إن احنا هنوزع التسجيل بتاع الويبينار على الناس عشان يبقى كله ماشي على أحدث الطرق، لأن احنا عايزين كل المستشفيات سواء العزل أو الفرز تلتزم بالبروتوكول، لأن هو ده البروتوكول اللي أثبت فعلا إن هو بروتوكول ناجح، وعن طريق النتائج وعن طريق الصمود بتاع المنظومة الصحية في مصر. أكد رئيس اللجنة أن البروتوكول المحدث الخاص بالعلاج من أفضل البروتوكولات عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج، وأضاف أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا. النهاردة كان ويبينار معمول برعاية معالي وزيرة الصحة والسكان لمناقشة التعديل الأخير للبروتوكول المصري في علاج فيروس كورونا. احنا بنشرح البروتوكول تفصيلا، التغييرات اللي تمت فيه وايه اللي موجود فيه مختلف عن البروتوكولات اللي قبل كده، وفي نفس الوقت بنرد على أسئلة الدكاترة عن أي تساؤلات بخصوص الأدوية أو الحاجات المذكورة في البروتوكول. اللجنة العلمية اللي مشكلتها مشكلة بقرار وزاري ووزارة الصحة لمتابعة حالات الكوفيد كانت عملت تطوير وتحديث لبروتوكول العلاج. طلع البروتوكول ده في أول شهر نوفمبر، فكان لازم شرح النقاط الأساسية والبعض التعديلات اللي حصلت فيه لجمهور الأطباء عشان يبدأ تطبيقه بصورة مثلى في مستشفيات اللي هي بتتعامل مع حالات الكورونا فيروس. وزارة الصحة والسكان قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عدة مرات حتى وصلت إلى النسخة الرابعة. فالبروتوكول الرابع المحدث تم الاستغناء فيه عن أدوية والاعتماد على أخرى للوصول إلى أفضل النتائج. ريمون حنا، مساء الخير ميساء. أرجع مع حضراتكم لاحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر من كل عام. بتحتفل الأمم المتحدة وبالطبع الدول المشاركة فيها بهذا الاحتفال للتأكيد على رفض هذه الجريمة بكل أشكالها وصورها على كافة المستويات.
مصر بتجدد بهذه المناسبة التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقا مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية للمكافحة، وكذلك تعهداتها الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد الملزم دوليا للدول الأطراف فيه، واللي تقع على عاتق أطرافها مسؤولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر اللي بيتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم أخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية. وأزعنا على حضراتكم تصريح سيادة الرئيس من دقائق واللي نشر على صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عن تأكيده بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد على تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة أشكال الفساد، وأنه لا يوجد أي استثناءات على الإطلاق وأن الجميع أمام القانون سواء. والحقيقة عايز أقول لحضراتكم أنه ما فيش دولة الواحد سافرها أو أرى عنها إلا وعرف أن فيها فساد، حدث ولا حرج، ما فيش دولة وبأرقام كبيرة، لكن ربما أشكال الفساد بتختلف، ولما بيتنقل لصغار الموظفين اللي في تماس مباشر مع الجمهور بيشعر الشعب بنسبة هذا الفساد. طيب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شارك اليوم هيئة الرقابة الإدارية احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان في استقبال سيادته حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية برتبة وزير، وحضر الاحتفال كوكبة من المسؤولين على رأسهم طارق عامر محافظ البنك المركزي، عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئة السابقين، غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وطبعا دكتور غادة والي وزيرة مصرية سابقة، ولما رشحت لهذا المنصب ساندتها مصر بكل قوتها لإدراكها بأهمية أن يتبوأ هذا المنصب مصريا وطنيا، وكانت دكتور غادة والي من الوزيرات النشيطات، والآن بتتبوأ هذا المنصب الكبير. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، طبعا بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا. حضر أيضا ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية. لدى وصول دكتور مصطفى مدبولي لمقر الهيئة شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 و2019-2022، وتم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، متضمنة العديد من الأهداف وسياسات التنفيذ ومؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة ممارسات إيجابية تعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد. السيدات والسادة، إن المنظومة الرقابية في مصر تشمل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أتشرف برئاستها، وتضم في عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد ووضع رؤية موحدة لمصر بالمحافل الدولية في هذا المجال. كما قمنا بإنشاء مؤشر محلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته. كما حققنا نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.
السيدات والسادة، أؤكد هنا أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد، واليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار حقوقنا وحريتنا دائما، عازمة على حماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد. وقد توج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان وقيم النزاهة والشفافية ومنع مكافحة الفساد من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها. وتعمل الحكومة على دعم حقوق الإنسان من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال البرامج والسياسات الفعالة التي تتبناها. كما أؤكد أن الحكومة المصرية ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المقرر انعقاده في نهاية عام 2021، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي. وفي ختام كلمتي أود أن أشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنؤكد معا على أن مكافحة الفساد دور مجتمعي يقع على عاتق الجميع، فالضرر الذي يقع على المال العام يمس حتما جيب كل مواطن، والشراكة المجتمعية هي سبيلنا للحفاظ على مواردنا وحماية أهداف التنمية المستدامة وصون مستقبل الأجيال القادمة. دمتم درعا يقطع دابر الفاسدين ويبعث السكينة في قلوب الشرفاء ويصون للوطن مقدراته. كل التقدير لكل العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، متمنيا لكم دوام العون والتوفيق في مهمتكم السامية، ولمصرنا العظيمة دوام الرفعة والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى الشربيني، الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على السادة المشاهدين وكل الشعب المصري. دكتور مصطفى، يعني احنا من 6-7 سنين تحولت مصر لمكافحة حقيقية وقوية ولسياسات اكثر شفافية واكثر نزاهة في اختيار المسؤولين وفي ملاحقة الفاسدين ايا كان منصبهم، حتى وصل سمعة مصر في هذا المجال لأنها بتقدم استشارات ومعاونات لإفريقيا وكيفية المساهمة في مكافحة الفساد في إفريقيا. الأول نتكلم على داخل مصر ونشوف يعني هذا اليوم، هل مصر فعلا تستحق أن تحتفل به وأن نثني على جهودها في هذا الأمر؟ والله النهاردة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فالأمم المتحدة بتحتفل بمكافحة الفساد في العالم كله. أيوة. ومصر رائدة في هذا المجال بتحتفل بهذا اليوم أيضا. مصر من الدول اللي بدأت برنامج التنمية المستدامة منذ 2015. أيوة. وبرنامج التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أصبحت لها آليات لمكافحة الفساد، أصبحت التحول الرقمي فيها والاعتماد على الديجيتال في كثير من الأحيان بيقضي على الفساد، أصبحت في مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والمجتمع المدني لمكافحة الفساد، ما بقتش المسؤولية تقع على عاتق الحكومة بس، لا ادت مجال اوسع للمجتمع المدني. والدليل ان هيئة الرقابة الادارية بتدي دورات تدريبية لمختلف الفئات المجتمع من الشباب والمرأة سواء في الحكومة او في القطاع الخاص لمكافحة الفساد. هيئة الرقابة الادارية قامت العام الماضي بتدشين اكبر مؤتمر في القارة الافريقية
لمكافحة الفساد، وكان المنتدى الأول لمكافحة الفساد في أفريقيا تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني مصر جمعت جميع هيئات مكافحة الفساد على مستوى القارة الأفريقية ووزراء العدل ووزراء الداخلية، وكان منتدى موسع جدا، عملوا فيه استراتيجية للقارة الأفريقية كاملة لمكافحة الفساد والتحول نحو الشفافية، لأن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بتحاول تحط أسس للتنمية المستدامة، وإن الأجيال مصطفى القادمة أنا شايف تتمتع بحياة أفضل. أثناء كلام حضرتك احنا شايفين لقطات من الاحتفالية ومن جهود مصر، يعني لقطات تمثل جهود مصر في مكافحة الفساد، ومن ضمنها النهاردة كان في تكريم لناس في الرقابة الإدارية وفي غيرها من الهيئات، يعني يعدوا نماذج شريفة رائعة نزيهة. لما الدولة بتكرمها ده كمان بيأكد على أن الدولة بجد جادة في ترسيخ هذه القيم، يعني مؤازرة الشرف والأمانة ومكافحة الفساد. لكن عايز أسأل حضرتك عن حاجة إنسانية كده، إزاي يعني نوجد علاقة ما بين الفهلوة اللي موجودة في تركيبتنا وجيناتنا وما بين الفساد؟ يعني أنا بعتبر كمواطن مصري لما أرمي الزبالة أو الراتش في حتة بعيد عن عينين الناس يبقى دي فهلوة، بينما هي منتهى الفساد لما أشتري حاجة أو أبيع حاجة وأضحك على اللي قدامي وأبيع له شيء غير حقيقي بتمن كبير أو أقدر أخد بتمن قليل ما يستحق تمن أكبر، دي فهلوة وهي في الحقيقة فساد. وكثير من التصرفات الواحد علشان يبان أنه هو مختلف عن الشعوب التانية ومتربي على فكرة أنه بيفكر برا الصندوق بيستخدم ده في الفساد مش في مكافحته. علشان كده سعادتك الفساد كان محتاج لأن تكون في استراتيجية متكاملة، ومصر عملت الاستراتيجية دي من ضمن برنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أيوه. في أولا على المستوى التشريعي مجموعة القوانين بتسن فيها كل الآليات اللي تكافح هذه الظاهرة. يعني حضرتك لما بتتكلم عن السلعة وكده، لا، في حماية المستهلك، إداك حق إنك ترجع السلعة دي في خلال 15 يوم، وإلا بتلجأ لحماية المستهلك عشان تاخد حقك القانوني. صحيح. يعني لو لقيت السلعة فعلا فيها نوع من الفساد والغش والتدليس انت ممكن تلجأ لحماية المستهلك. أيوة. يبقى في آليات تشريعية لمكافحة الفساد، في آليات على المستوى الثقافي والمستوى العلمي بتدي هيئة الرقابة الإدارية وفتح أبوابها لجميع أبناء الشعب المصري إنهم ياخدوا الدورات اللي بتؤهل القادة أو بيتكون شريحة من المجتمع يقودوا المجتمع نحو مكافحة الفساد والجريمة. وفي كمان حتى الأمم المتحدة فيها مكتب مكافحة الفساد والجريمة. صحيح. أنا نفسي واخد دورتين في مكافحة الفساد دي على الأونلاين. طيب احنا كمان عملنا يا دكتور مصطفى عملنا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ودي حاجة رائعة الحقيقة، هتطلع لنا أجيال يدرسولنا ويعلمونا إزاي العالم بيكافح الفساد. هي الأكاديمية الوطنية في هيئة الرقابة الإدارية، وبقول لحضرتك كانوا واخدين على عاتقهم أنهم يعملوا أكبر منتدى في القارة الأفريقية اللي عمل استراتيجية من خلالها القارة الأفريقية تقدر تعمل آليات محددة لمكافحة الفساد لتواجه بيه القرن القادم، لأن أفريقيا لازم تتجه نحو التنمية المستدامة. طبعا. أفريقيا النهاردة سنة 2050 حيوصل عدد سكانها لاتنين مليار ونص، تخيل قارة كانت من سبع سنين عدد سكانها 700 مليون، حيوصل عدد سكانها 2050 لاتنين مليار ونص. يعني اذا لازم آليات محددة وواضحة لضمان العيش الكريم. بالضبط، ان احنا ازاي نحقق رفاهية هذه الشعوب من خلال برامج او اجندة الاتحاد الافريقي 2063، ففيها اليات محددة
ازاي تقدر الحكومات لو استعانت بيها تتغلب على مكافحة الفساد، ومنها مصر طبعا كانت من وضع هذه الاستراتيجية. وقلت لحضرتك الاستراتيجية دي على المستوى التشريعي، أيوة، وعلى المستوى الثقافي وعلى مستوى تغيير التقاليد وعادات الشعوب، زي ما حضرتك بتتكلم وتقول نظام الفهلوة عندنا او نظام النظام اللي هو اي حد عاوز ياخد حق اكتر من حقه، لان الفساد مش فساد مالي بس، لا ده فساد على المستوى الاداري اكتر كمان على المستوى المالي، وده بيخلي دول افريقيا والشرق الاوسط يخسروا من الناتج القومي بتاعهم يمكن قد او نص الناتج القومي اللي بيتم، لان في سلع يعني سلع دايما بتنتج تحت بير السلم زي ما بيقولوا. مشكورك دكتور مصطفى. من الجمارك، فان شاء الله خلال الفتره الجايه نشهد خطوات اوسع لمكافحه هذه الافه التي تقضي على التنميه بكافه اشكالها. شكرا جزيلا دكتور مصطفى الشربيني الامين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنميه المستدامه. ونروح دلوقتي لمشاركه عدد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامه في الاحتفال بهذا اليوم العالمي لمكافحه الفساد بفيديوهات يؤكدون خلالها انهم متحدون على مكافحه الفساد، وهو الشعار اللي ذكره حالا على حضراتكم رئيس مجلس الوزراء واللي بتتمتع به شاشات الاعلام الرسمي منذ فتره كبادج موضوع على الشاشه خلال 24 ساعه. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. متحدون ضد الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدين على محاربة الفساد، مصر أقوى من الفساد. متحدون 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 ضد الفساد، مصر أقوى من الفساد. ويا شريف. أعود مع حضراتكم للاستعدادات والمزيد من الإجراءات الاحترازية اللي تحدثنا عنها بالأمس، وشرفنا بالأمس في مكالمة هاتفية جميلة قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونحاول نرصد مع حضراتكم مزيد من هذه الإجراءات. ودعونا نرحب بنيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها. مساء الخير يا سيدنا. أهلا أستاذ إيهاب، إزي حضرتك؟ نشكر ربنا. سيدنا، أخبار التفشي الفيروس في المنوفية وتوابعها إيه، وإيه الإجراءات اللي نيافتك شفت إن مع مجمع الكهنة مناسب اتخاذها في الفترة القادمة حتى عيد الميلاد المجيد؟ والحقيقة إحنا في الفترة ديت ودعنا 18 من الآباء الكهنة على مستوى الكرازة، كتير أوي، رقم في كبير. في الحقيقة يعني حسينا إن الفيروس يعني شديد أوي الفترة دي. أيوه. حتى في ناس ما يبانش عليهم أعراض لكن حاملين للفيروس. أيوه. صح. ألو، أنبا بنيامين، يعني الحقيقة الرقم صدمني، أنا ما كنتش أعرف أنه رقم كبير. إحنا بنحاول نتواصل تاني مع سيدنا، بس الحقيقة رقم 17 أو 18 من الآباء الكهنة، يعني كان في مؤخرا خمسة، وأنا شخصيا كان في حد من آبائي في المطرانية اللي بخدم فيها وبشرف بالانتماء إليها، يعني تألمت جدا، كان أب حنون ومحب وبشوش، وكان أب كبير شوية في السن اسمه أبونا ميخائيل، لكن الحقيقة ده فقد كبير. سيدنا رجعت لنا بالسلامة؟ أيوة. أهلا بيك يا سيدنا، تفضل. إحنا سمعنا لغاية لما نيافتك كنت بتقول لنا إنه حسينا إن الفيروس شديد بعد فقد هذا العدد من الآباء على مستوى الكراز.
فعلشان كده الحقيقة رأينا أنه من الأفضل أن احنا نقفل شوية علشان نحافظ على الشعب وعلى الأباء الكهنة لأن الأب الكاهن هو خط الدفاع الأول اللي بيتلقى الفيروس من أي حد مصاب حتى لو مش عارف أو مش باين عليه أعراض. ففي التناول وفي القرب من الناس ممكن أنه ينقل الفيروس ويسبب يعني لا قدر الله فقدان أباء أفاضل احنا محتاجين لهم وعندهم خبرات حلوة ومتمسكين بوجودهم بنعمة ربنا. عشان كده رأينا ان احنا صحيح الغلط ده شيء بغيض جدا واحنا في صلوة بنقولها واحنا بنقفل الستر بعد القداس، اجعل يا رب ابواب بيتك مفتوحة امام وجهنا. ايوه صحيح يا سيدي، احنا دايما نحب الكنيسه مفتوحه والكنائس دايما مكان للشباب يلاقوا فيه خدمه ويلاقوا فيه انشطه. يعني الكنائس ما بقتش مجرد مكان للعباده لكن مكان بيقضي فيه اللقباط وقتهم الاجتماعي والروحي. فعشان كده احنا متالمين جدا لكن الابقاء على الناس والحفاظ على حياتهم امر واجب. هل يا سيدنا في الكنيسة هل في مطرانية المنوفية وتوابعها هيتم غلق كامل للقداسات والخدمات والأنشطة ولا جزئي ولا ايه؟ احنا بدأنا فعلا من امبارح يعني مع قرار سيدنا لما قفل القاهرة واسكندرية. فعلشان كده احنا يعني فضلنا ان احنا نحافظ على الآباء وعلى الشعب عشان ما يتنقلش العدوى ونفقد شعبنا وكهنتنا من غير داعي يعني. ومن خلال التليفون الآباء بيتابعوا الشعب ويفتقدوهم واخدين بالنا كويس قوي من أي مستجدات تحصل في أي أسرة في يعني تقارب وتفاعل بيننا وبين أولادنا. فعلشان كده احنا بنحرص على أن احنا نحافظ على الناس وعلى الآباء وعلى الكنيسة ما تبقاش مكان لنقل العدوى يعني. طبعا طبعا. طب سيدنا بالنسبة لصلاة ليلة العيد قداس عيد الميلاد المجيد هل تم بشأنها شيء ولا هننتظر لغاية لما نشوف الوضع هيتحول إلى إيه؟ وهل محافظة المنوفية من المحافظات كثيفة العدوى؟ عندنا عدوى منتشر الحقيقة، يعني المحافظات تقريبا كلها مليانة يعني عدوى. فإحنا إن شاء الله بنصلي وبنحاول نشوف أي حد تظهر عليه أعراض نعالجه بسرعة علشان على ما تيجي رأس السنة بنعمة ربنا يبقى الموضوع available. أمين. نقدر إن إحنا نصلي ونسهر ونصلي القداسات والعيد إن شاء الله. ربنا يحفظ مصر كلها من هذا الوباء عامل زي الشيطان غير مرئي ويدخل يدمر الرئتين بتاع الإنسان فعلا زي الشيطان، الشيطان غير مرئي ويدمر حياة الإنسان. بشكر نيافتك جدا سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها، وأتمنى مع نيافتك أنه إن شاء الله بصلواتكم حياة من الميزات الكبيرة اللي موجودة في البيان الأخير لقداسة البابا واللي كان بينزل على السكند ويندو الشاشة الصغيرة الأخرى إنه الأباء الكهنة بيصلوا لأنه لابد إن المذبح يصلي ولابد إن الأب الكاهن يصلي ولابد إن الشماس يصلي لكي يرفع الله هذا الوباء. طيب هرجع مع حضراتكم لشأن داخلي مصري أيضا، حيث التقى اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدد من مقاتلي الجيش الثالث الميداني استكمالا للقاءات الدورية اللي بتحرص القيادة العامة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة على كل المستويات وتوضيح لدور كل فرد فيها. تعالوا نخرج نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضرتك. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، وذلك استكمالا للقاءات الدورية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم
تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثالث الميداني، أشار من خلالها لمشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة، فضلا على الاستمرار في القضاء على الإرهاب بوسط وجنوب سيناء، مؤكدا جاهزية واستعداد مقاتلي الجيش الثالث الميداني لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف. واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم نقل للحضور تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدا بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص من أجل رفعة شأن مصر. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي قد تهدد أمن مصر القومي، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تكثف من جهودها في اتجاه تنمية وتعمير سيناء، معربا عن اعتزازه بقبائل وعواقل سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب مصالح الوطن العليا. ودار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني، واستمع لآرائهم واستفساراتهم في العديد من الموضوعات عن الموقف المحلي والإقليمي والدولي، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على تنفيذ أي مهام قد توكل إليهم. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. دايما أقول وأعيد وأؤكد على أهمية هذه اللقاءات، توصيل تحية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية لأصغر مجند وأصغر صف ضابط وأصغر ضابط شيء مهم، والأهم منه كمان استماع القادة للقائد العام للقوات المسلحة، يعني الشخصية التانية في القوات المسلحة، لما يستمع من صغار الضباط وصغار ضباط الصف وصغار الجنود لهمومهم وماذا يواجههم وما يعني يعصر على فهمهم في المهمة الموكلة إليهم، والجيش كله رايح فين، لماذا يؤدي أدوارا خارجة عن الدور الرئيسي واللازم له وهو حماية الأمن القومي، لماذا يشترك في مشروعات قومية، لماذا يدعم هنا وهناك بسلع غذائية وبطرق وبكباري وبمساكن وبكل الأوجه اللي نشوفها. الحقيقة ده شديد الأهمية، لا عمل جاد مخلص بدون اقتناع وارتياح اللي هم بيجملوها في الكلمة الحديثة الاستخدام أريحية. طيب تعالوا نروح لتركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النهاردة استبق عقوبات أوروبية مرتقبة في الاجتماع القادم للمجلس الاتحاد الأوروبي بالتقليل من شأنها، وقال تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط. عشية القمة الأوروبية أبدأ أردوغان استعداد تركيا للحوار، غير أنه اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الصدق وعدم الالتزام بوعوده. قمة المجلس الأوروبي تنعقد يومي الخميس والجمعة غدا وبعد غد، تبحث مستقبل العلاقات مع تركيا وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها مع جيرانها في الشرق الأوسط، يصر عليها أكثر من دولة منها اليونان، قبرص، فرنسا، ألمانيا. دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. يعني التصريحات عاملة زي ما يكون أنا هنا لو أنتم مش واخدين بالكم، يعني أنا لسه موجود، يعني التقليل من شأن العقوبات ونفضل ندافع عن حقوقنا. مش عارف كيف تصف هذه التصريحات عشية اجتماع القمة الأوروبية دكتور محمد. يعني طبعا تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. انا اعتقد طبعا ان تركيا ينتظرها شتاء بارد جدا وقاسي جدا من دول الاتحاد الاوروبي. اولا تركيا كانت تعول على اشياء انتهت بالفعل، بمعنى انها كانت تعول طبعا على مساندة امريكية قوية جدا من خلال دونالد ترامب، رحل دونالد ترامب، هذا من جانب. من جانب اخر تركيا كانت تعول على ربما مشروع كانت تنتهجه تركيا طبعا تعويضا لمشروع
ربما التي كانت تتحدث عنها تركيا بالعثمانية الجديدة تتحدث الآن عن طبعا اللهجة التركية الجديدة كما يقال. وأنا أعتقد طبعا أن هذا المشروع أيضا فشل في أكثر من مكان في العالم. ما المعنى يا دكتور للهجة التركية الجديدة؟ ما المعنى؟ يعني المعنى طبعا ان هي تتحدث عن انتشار اللهجة التركية باعتبارها تكون هي اللهجة الاولى او اللغة الثانية في العالم من خلال طبعا التوسع في الثقافة التركية نفسها من خلال التأثير على اكتر من دولة. طب وده هنعمله ازاي؟ ده لازم نعمله بشغل باعمال فنية زي ما كانت وما زالت وستستمر اللهجة المصرية العامية هي لهجة كل المنطقة العربية بتفهمها، وده بنشوفه في زياراتنا بسبب اعمال سينمائية واعمال تلفزيونية وحضور ثقافي فظيع. هتعمله ازاي تركيا ده؟ بالتأكيد هي طبعا كما اشرت لحضرتك تركيا فشلت سياسيا وبالتالي بحثت عن مشروع اخر ربما يعوضها. طبعا الفشل التركي كان واضح جدا، اولا في مساله شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز طبعا. الدول الاتحاد الاوروبي كلها طبعا وقفت ضد تركيا في هذه المساله، ايضا فيما يتعلق بالمساله الليبيه تركيا فشلت فشلا ذريعا طبعا في طبعا تجنيد طاقتها كلها لما يتعلق بمساله طبعا حكومه الوفاق الوطني وهي حكومه اللا وفاق الوطني، ده من جانب اخر. طبعا حاليا الامم المتحده تدخلت في الشان الليبي وبالتالي اوقفت ولو جزئيا كل المحاولات التركيه. اذا تركيا في شرق المتوسط فاشله، تركيا في ليبيا فاشلة. هل بتعتقد يا دكتور محمد انه هتكون عقوبات ثقيلة حقيقية يمكن ان تزيد من معاناة الاقتصاد التركي؟ وهل تعتقد ان ده ممكن يؤدي لانتخابات مبكرة، لفوضى داخل المجتمع التركي؟ ايه تصوراتك؟ يعني التصور الاساسي طبعا ان العقوبات ستكون عقوبات اقتصادية، بمعنى طبعا ان دول الاتحاد الاوروبي اولا منعت منعا باتا كما يقال دخول تركيا للاتحاد الاوروبي او ما يطلق لنادي الاتحاد الاوروبي، وبالتالي طبعا هذه صفعه قويه. طبعا كلما كانت تركيا تحاول الاقتراب اردوغان يقوم بفعل اي شيء طبعا يبعد المساله. طبعا الانتهاكات في مجال حقوق الانسان وفي مجال طبعا المعارضه التركيه ابعدت تركيا او اقصتها تماما من دخول الاتحاد الاوروبي، هذا من جانب. من جانب اخر طبعا العقوبات الاقتصاديه ربما تصل تركيا بقوه، سواء فيما يتعلق بانخفاض جديد للليره التركيه التي طبعا انخفضت الى ادنى مستوياتها خلال هذا العام، طبعا انخفاض ايضا في فرص الاستثمار الاوروبيه. حضرتك كما تعلم ان الاستثمار الاوروبي مهم جدا داخل الدوله التركيه، وعندما نتحدث عن طبعا خروج ملايين الدولارات او اليورو من الاقتصاد التركي اعتقد انه يهز هزه قويه، اضافه طبعا الى ان الدول الشرق الاوسط نفسها طبعا على علاقة بين قوسين سيئة بالدولة التركية. إذا كلها ضربات تترنح منها تركيا ويترنح منها الاقتصاد التركي سواء خلال الفترة القادمة أو الفترة حتى ما بعد كورونا، خاصة طبعا أن كورونا ربما أنهك الاقتصاد التركي، ده من جانب. من جانب آخر تركيا بها مسائل فساد كبيرة جدا تجاه طبعا المعالجة لمسألة طبعا كورونا، والرئيس أردوغان يتحدث أن المسؤول الأول عن كورونا هو المواطن التركي وليس الدولة التركية، بمعنى أنه يتحدث أن المواطن التركي غير ملتزم بالتعليمات. هل هذا شيء يعني يعقل أن تترك الدولة كل مسؤولياتها وتتحدث عن أن المواطن هو السبب، وأن تركيا طبعا وأن النظام قام بكل ما عليه وأن المواطن هو السبب؟ أعتقد أنها كلها أمور بدأت واضحة للعيان. دكتور شكرا جزيلا. جزيل الشكر دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. عندي خبر مهم هختم به فقرة الأخبار، بس قبليه خبر مؤلم الحقيقة، وهو وفاة الكاتب الكبير والسيناريست الكبير والإنسان الكبير الدكتور نبيل فاروق، أشهر كاتب خيال علمي في مصر والوطن العربي. ريهام فاروق ابنة الفقيد في تغريدة لها قالت: اليوم توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب دكتور نبيل فاروق رمضان على أثر أزمة قلبية، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد. والحقيقة قالت أن صلاة الجنازة هتكون بكرة بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن بمدافن العائلة بالروبيكي. الحقيقة إن دكتور نبيل كاتب مصري يعني بيمثل ظاهرة فنية بسبب التخصص اللي كانت دايما بتصدر له مجموعة كبيرة من القصص، المؤسسة العربية الحديثة، كتب للجيب، عدة سلاسل قصصية من أهمها ملف المستقبل ورجل المستحيل وكوكتيل 2000، والحقيقة من أكثر الكتب اللي لاقت توزيع على مستوى العالم العربي. والحقيقة هذا الرجل النبيل أنا التقيته أكثر من مرة، وإنسان دمس الخلق وإنسان مهذب ويؤمن بتواصل العمل والإخلاص بلا كلل لكي يكون للإنسان مكانة ولكي يقدم خدمة حقيقية
لوطنه. رحم الله دكتور نبيل فاروق الكاتب الكبير واللي ترجمت أكتر من رواية وأكتر من قصة ليه لأعمال سينمائية وتلفزيونية، وضع هو السيناريو والحوار لبعضها والبعض الآخر أسند لآخرين. انطلقت فعاليات الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات. افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في أبو ظبي أعمال الملتقى افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بعنوان قيم ما بعد كورونا، التضامن وروح ركاب السفينة، مقصود بها يعني روح المصير الواحد. شارك في الفعاليات دكتور مختار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري الذي وجه الشكر لدولة الإمارات ومنتدى تعزيز السلم على الجهود الدؤوب في كل ما يخدم القضايا الإنسانية، وعن الكنيسة القبطية ممثلا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس أسقف لندن بالمملكة المتحدة، تحدث عن وضع العالم ووحدة المصير الإنساني. أشكركم على وجودكم معنا في هذه الفقرة، أترككم مع تقرير القناة عن هذا الملتقى، نعود بعده للقاء ضيفنا الأول لهذا اليوم. انطلقت فعاليات الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وافتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في أبو ظبي أعمال الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة التي بدأت افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت عنوان قيم ما بعد كورونا، التضامن وروح ركاب السفينة. وتستمر أعمال الملتقى لمدة 3 أيام برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس مجلس الإمارات انطلقت فعاليات الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وافتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في أبو ظبي أعمال الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة التي بدأت افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت عنوان قيم ما بعد كورونا، التضامن وروح ركاب السفينة. وتستمر أعمال الملتقى لمدة 3 أيام برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبمشاركة وزراء وممثلي حكومات ومنظمات دولية وقادة دينيين وشخصيات رفيعة المستوى ومئات المفكرين والأكاديميين والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب حول العالم. ومن مصر شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موجها الشكر لدولة الإمارات ومنتدى تعزيز السلم على الجهود الدؤوبة في كل ما يخدم القضايا الإنسانية، وممثلا عن الكنيسة القبطية شارك نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن بالمملكة المتحدة حيث تحدث عن وضع العالم ووحدة المصير الإنساني.